طيب مساء الخير، جاهزين يا جماعة؟ طيب وين وصلنا آخر درس بالجافا؟ وصلنا يمكن لموضوع مهم جدا. شو هو كان وقفنا عنده؟ إذا ما خاب ظني شو regular expression. تمام. طيب يلا رسنا الموصلين. لو هون كنت شفتوا هذا التمرين، عملنا هذا التمرين تبع الويندو متذكرين، عملنا نغير مواصفات قام يطلع لي السعر شو ما حدا متذكر. العادي لان لو انت رجل مو بالدور وين كنا وين كنا. أنا ما طيب إذا هون وقفنا مضبوط، اكتبوا لعندي شو الفكرة؟ الفكرة بكل بساطة كلياتكم بتشتغلوا على ويندوز مثلا وبتعملوا سيرش، بتكتب مثلا اكس نجمين معناتها بتركب ملفات اللي هي بتبدا مثلا بيك وبعدين قد ما بدك احرف. فهي طيب هلا نحن بكثير من الاحيان بنحتاج نعرف او نفرض على المستخدم شكل معين للادخال، مثلا انه الاسم لازم يكون يحوي فقط احرف وفراغات، كلمة السر مثلا لازم تكون اقل شيء 9 احرف مثلا واكثر شيء 10 مثال، ولازم يكون فيها شوية محارم خاصة، يعني ما تكون بس نصوص وألفاظ. رقم الموبايل لازم يكون مثلا شو بعرفني مثل صار عندنا 7 8 9 ديجيت، لازم يكون فيه إلا هي القضية. طيب فإجوا عملوا لغة بسيطة على فكرة هي موجودة تقريبا أو مو تقريبا بكل لغات البرمجة سموها ريجولار اكسبريشن. شو يعني ريجولار اكسبريشن؟ حناخذ أمثلة. قالوا بدنا نخترع هيك شوي رموز، وهون انا مسميها بالعربي محارف مترفعه، يعني انه محارف تفقد معناتها بتصير لها معنى خاص، يعني مثلا النقطه ما بقت نقطه بالنسبه لنا، النقطه هي اي حرف. طيب شو يعني هالحكي؟ قال حنبلش بامثله بسيطه تفهموا منها القصه. لو بدي اكتب ريجولار اكسبريشن يتعرف على الاعداد الطبيعيه، يعني اعداد طبيعيه يعني ارقام ما فيها لا فاصله ولا زائد ولا ناقص ولا كذا، تمام؟ فبدي regular expression يتعرف يعني انه السلسله المدخله تطابق النموذج، هذا بنسميه نموذج فكري. طيب فإنه قالوا
هنستخدم هدول الاقواس المتصلة للمجالات. يعني انا مش عم اكتب صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة، حاكتب صفر للتسعة. شو معناتها صفر للتسعة؟ صفر واحد اثنين ثلاثة ثمانية تسعة للاخير. طيب اذا زائد شو معناتها حرف الزائد؟ معناتها واحد او اكثر، يعني ما بيصير يكون صفر ما عندي ولا رقم، وقت ما بدي ارقام مفتوحة. اذا عندي تكرار عن طريق الزائد. واضح شو معناتها هاي؟ طيب هكمل بعدين. احنا بالارقام فينا نحط بالبداية يا زائد يا ناقص وبعدين الرقم، وممكن ما نحط زائد او ناقص. معناتها انا عندي يا زائد يا ناقص يا ولا شيء بالبداية. طيب شلون بعبر اول شيء عن انه موجود ام لا؟ بس مرة واحدة اشارة الاستفهام. اشارة الاستفهام شو معناتها؟ يا صفر يا واحد، الزائد يا واحد يا اكثر. طيب شلون بيعبر عن الاور؟ ما انا معقد بكتب زائد اور، هيك بنكتب الاور ناقص. اذا هون شو عم نشوف؟ بدي يا زائد يا ناقص يا ولا شيء، وبعدين طبعا صفر تسعة زائد. تمام؟ طيب نشوف بقى اذا يعني هي هلا كل ما طلع معنا مثال بنكتبه، نشوف امثله من اللي انا حاططها هون. اذا طبعا شو التعليمه؟ اول شيء طالعين فينا نقول شو التعليمه اللي بنكتبها. لذلك حناخذ هون كمان شو اسمه شو بيسموها؟ نحط لنا شيء صفحه تيست نكتب فيها اللي عم نحكيه. هدول اللي كلمناهم سابقا مع الوصفة. إذا طبعا هو لازم يكتب سكريبت، لازم نعرف انه سكريبت. قلت لهم هون شو بيقول له؟ ان هي انه سكريبت. تمام؟ هلا شو الفكرة؟ اول شيء وين نستخدم الريجولر اكسبريشن وكيف؟ طبعا الريجولر اكسبريشن هذه خاصه انه يكتب نص مثل ما هو. شو يعني هالحكي؟ يعني هون مثلا عم عرف جمله ربيت ارقامي. هلا بدي ادور سيرش. شو بيعمل السيرش؟ بعطيه سلسله نصيه وبقول له دور لي على باترن بقلبك. هلا هون ما حطينا باترن، شو حطينا؟ كل كلمة ما هي بيت، يعني ما حطينا لا محارب خاصة ولا إلى آخره. ماشي؟ شو بيرجع لي؟ إذا لقاها بيرجع لي اعتبارا من أن ظهرت لقاها. وإذا ما لقاها بيرجع لي ناقص واحد. تمام؟ معناتها هلا هون بهذا المثال البسيط إذا نفذته شو لازم يرجع لي؟ بدي بتسلل صفر واحد اثنين ثلاثة، يمكن ثلاثة هو أربعة مرات هلا خلص. طب إذا ليك ثلاثة. تمام؟ هلا اللي عم بقوله دور عشان تفهم قصة الباترن، لأنه حتستخدموها بالفاليديشن. هلا إذا لما بكتب شغلة مثل ما هي شو معناتها؟ عم دور عليها مثل ما هي. طيب اعطوني شغلة مو مثل ما هي، رضو بدي دور انه مكتوب رقم مثل هذا اللي كتبته من شوي. معناتها بدل ما اكتب هاي بيت شو بيجي بكتب؟ هذا اللي كنت عم بقوله صفر تسعة زائد. شو عم بقول له معناتها؟ دور لي هل هذه الجمله تحوي رقم؟ بيجي يعني انتجر هون. فلازم يعطيني انه شو من البوزيشن 12 لا حط هون الفراغ. تمام؟
طبعا اقول يعني انا مسمي النتيجه بوزيشن وعامل له اذا اخبار مستفر عامل له هون طبعا هون بقى الى معنى نكتب هيك شو ما كان واضح شو يعني الفكره الاساسيه شو يعني باترن. طيب شو عندنا معناتها قصص اخرى من الباترن؟ اول شيء المحارم الخاصه، احنا مو عم نقول في عندنا محارم خاصه، شو هن؟ عندنا النقطه، النقطه يعني اي حرف، لذلك اذا بدي النقطه مثل ما هي شو بحط قبلها؟ باك سلاش مثل ما حنشوف هلا. شو معنى هذا القصه؟ معناتها انا اذا بقول له مين بيقول لي شو بقصد هون او شو النتيجه هون؟ ار نقطه نقطه. شو معناتها عم بقول له؟ شو معناتها عم بقول له؟ عم بقول له دور لي اذا ار وفي بعدها حرف حرف حرفين يعني. تمام؟ ما بيهموني شو ما هن. اذا النقطه يعني اي حرف. تمام كاتب انه هلا لو بدي احط الفاصل عشرية معناتها شو لازم احط؟ باك سلاش يعني مين بيقول لي هلا شو عم اعمل؟ فرضوا عندي هون رقم 20 شلون بدي اكتب رقمي ال 20؟ الباترن تبعه 0 9 زائد باك سلاش نقطة رد 0 9 زائد. إذا هذا شو البدل بطابق الأعداد العشرية. تمام؟ إذا إذا بدي نفذها مو ضروري كلنا ننفذها كل شوي. إذا لا الرقم العشري من 12. هلا الأقواس المدة مو بس مجال كمان انه شو بدنا نسميها اور. شو يعني اور؟ يعني لاحظوا خذوا لي هذا مثال وانتوا قولوا لي شو معنى هذا. اذا بقول له اي تمام هي شو معناتها؟ يا اي يا ار يا اي. طبعا اذا بكتب ان شو معناتها؟ وبعدها ان. اذا الاقواس المستطيله طبعا في يكتب هون كمان مجالي يعني بعد ما اكتب هيك بدي اكتب اي زي يعني صار من اي لزد طبعا ما بين معنى هون بدنا نكتب 0 9 لانه صاروا متضمنين يعني بالرياضي. تمام؟ اذا الداش لتعيين مجال ها ها الكرت كل شيء ما عدا. شو يعني الكرت كل شيء ما عدا؟ يعني اذا بقول له هلا هيك الكرت هي بنسميها وبقول له 0 9 شو بقصد فيها؟ شوف لي اذا اي حرف غير الصفر من 0 لـ 9. اذا هذا يعني قلب حقا. هلا جاد يساعدونا كمان اعملوا لنا بعض الاختصارات. يعني انا بدل ما اكتب 0 9 قوسين فيني اكتب سلاش دي صغيره اختصار. وطبعا ليش حطوا له سلاش؟ عشان ميزها عن الدي يعني صارت السلاش محرقه. سلاش دي كبيره كل شيء ما عدا الارقام. سلاش دبليو هذول الكلمات اللي بنستخدمهم بال يعني شو حاطط هون انا؟ اي من الاي لزد كبيره، اي لزد صغيره، اندر سكور 0 9 يعني واحد من هذول بسموهم وورد كاركتر. هذول اللي فينا نحطهم بشكل عام باسماء المتغيرات. هلا دبليو كبيره كل شيء ما عدا هذول. اس
معناتها وايت سبيس. شو الوايت سبيس؟ الفراغ الريتيرن التاب لنيو فيد نيو لاين عفوا. هاي كابيتال اس كل شيء معها هذول. مثلا شو عم نقول هون؟ معناتها اذا بكتب انا دي نقطة 2 دي معناتها عم دور على رقم فاض او نقطة بعده رقمين. هلا شو هذا دي دي دي؟ معناتها عم قول له دور لي على رقم وحيد بين شغلتين مو ارقام، يعني مثلا اكس 9 واي. هلا فيني كرر حدد عدد التكرارات. شلون بنحددها؟ اذا بقول له ان معناتها بدي عدد التكرارات تماما ان. ان على المقلك يعني ام او يعني اي رقم طبعا، يعني المهم انه ما حطيت هون حد اعلى، معناتها على الاقل ام. ام ان يعني بدي اياها اف وال ان مجال معين. تمام؟ معناتها اذا بكتب اكس واي 4 زد شو بقصد فيها؟ اكس ولازم يجي بعدها 4 واي وبعدها زد. هلا النجمه حكيناها صفر او ادنى بدي يكرر، الزائد تكرار واحد او اكثر، اشاره الاستفهام يا صفر يا واحد. اذا بكتب مثلا بكتب اكس نجمه واي زائد زد اشاره استفهام، مين بيقول لي هذا شو معناته؟ معناته السلسله تبدا باكس او لا تبدا، وقد ما بدي اكسات. بعدين اجباري واي وحده وقد ما بدي وايات. بعدين تنتهي يا بزد يا ما في وزد. تمام؟ طيب هلا هذا شو؟ هذا رقم الى اخره، نفس الشيء، بعده فاصله، بعده يا ولا رقم يا رقم. ماشي؟ طيب استخدام شهير لمطابقه النماذج. انتوا قولي شو عم اعمل؟ وشو عم بعملها؟ هلا هي الصفحه شو عم اعمل؟ شو عم اعمل بهي الصفحه؟ زي ما عمل ريفرش ما سيبنا ما سيبنا. يبدو شو عم اعمل؟ عم اختبر انه عندي رقم لازم يكون 3 خانات وبعدها 4 خانات. اي شيء مخالف مثل هذول ما بيشتغل معي. تمام؟ هلا هي شو معناتها بدي اعملها؟ معناتها لاحظوا شو عم اقول له؟ كاتب فانكشن مشان ما اعيدها في المرة. بعطيه رقم بيقول لي يا ترو يا فول. تمام؟ بس هلا كمان هون في عندي مش هلا بدكم تشوفوا في مشكله بهالتمرين. او مو مشكله، انه اذا بدي اياه على انبوت هلا بنحكي. معناتها عم اقول له دور لي على هالباترن. شو معناتها هالباترن؟ رقم 3 مرات، شخصه رقم 4 مرات. طبعا لازم يلاقيه اعتبارا من الصفر اول حرف، فاذا لقى برجع ترو والا برجع فولس. هلا هون عم بختبره على كم مثال واكتب النتيجه، انه هاد عم يكتب لي شغال، هاد بيكتب لي مو شغال، هاد كمان بيكتب لي مو شغال. اذا لحد الان كمان ما في شيء معقد، واضح هذا؟ يعني شيء في بسرعة بس يعني معلومة بعض. هلا في عندنا قيد انه منين الكرت بالبداية والدولار بالنهاية. شو معنى هذا بالضبط؟ انا هذا لو جيت بدي اقول لكم فيه مشكلة صغيرة اللي فيه، مين بيقول لي؟
لو انا عطيته هيك شو رايكم؟ بلاقيه مقبول ولا لا؟ حيلاقيه مقبول. ليه؟ لانه حيدور على دي 3 داش دي 4 حيلاقيهم اعتبارا من الصفر. فهمتوا؟ فما يعني عندي مشكله مع هذا. شلون حلوها؟ قال فيني حدد منين يدور وين ينتهي مثلا. فانا اذا بدي اياها على كامل الجمله طبعا هلا هي فهمتوا هي ابلة وين اللي بدنا نشوفها شوف ما حدثنا ليش هيك معني سيدة على الكنترول اس انا ما في طابع. اذا هذا حيلاقي ليجال. ليش حيلاقي ليجال؟ لانه حيلاقي اعتبارا من صفر. شو حلوها؟ قال في عملوا لي هالحرفين كرت، لا تخربطوا بين الكرت نفسها لما بحطها بالاقواس المستطيله تعني النفي كل شيء ما عدا ودولار. شو معناتها هي كرت ودولار؟ معناتها عم تقول له بدك هالبتر تطبقه على من بدايه السلسله لنهايتها تماما. تمام؟ فهلا البحث من وين بيصير؟ بده يلبس السلسله مثل ما هي. تمام؟ لذلك قال لك شو قال لي؟ غلط. اذا الفكره هون اللي عم اقولها دولار وكاين. طيب هلا نيجي لقضية الاي والجي. هلا نشوف شو الاي والجي. انه بعد الباترن فيني اقول له اي معناتها اجنور شو بنسميها بالعربي؟ حالة المحارف. الكيس تبع الكاركتر كيس. طيب وجي هلا بنشوفها اذا بدي اياه جلوبال يكرر اكثر من مره. شو يعني هالحكي؟ هلا نحن في عندنا غير السيرش في عندنا طريقه ثانيه يعني انه بنتعمل السيرش اسمها ريبليس. شو بتعمل الريبليس؟ بعطيه باترن وبقول له بدل لي اياه. شو يعني بعطيه باترن وبقول له بدل لي اياه؟ يعني مثلا عندي هون سلسله شو عم اقول له؟ بدل لي راب بتيم. هلا اذا ما حطيت جي يعني جلوبال شو حيصير؟ حيبدل بس اول مره. لما تقول له جي حيبدل كل ما لقى راب حيبدلها بتيم. اذا صار عندنا السيرش بتشتغل على البجر والريبليت بتشتغل على البكر. هلا في عنا قصه ثانيه الماتش. شو يعني الماتش؟ بل في عندي نص وفيه ارقام وبدي طلع كل الارقام من النص. يعني مو بس بدي ادور عليهم بدي اياهم احصلهم. فشو اسم الطريقه؟ ماتش. شو يعني ماتش؟ نطبقها على مثال صغير احسن. إذا شو حنقول له؟ لاحظوا عندي جملة X تساوي شو بعرفني I go 8 7 2. تمام؟ إذا عندي جملة وفيها أرقام. هلا شو بدي إياهم؟ طبعا معناتها وين لازم أحط لي إياهم؟ بمصفوفة. فشو حقول له؟ A تساوي بعطيه سلسلة X وبقول له ماتش. شو هون الريجولر اكسبريشن اللي عم دور عليه؟ 0.9. تمام؟ معناتها هلا اذا بقول له اليرت لايه شو لازم يعطيني؟ اوكي ما اعطاني شيء. معناتها عندي شيء ايرور.
دورونا عليه على السريع. شو عندي في خطة سريع نلاقي شغلة الاكس تساوي كذا اكس ماس هم في فوق شفتوا شوفوا من ثمانية سبعة ستة شو أعطاني بس أول واحد ليه؟ لأني ما قلت له شو جلوبال شايفين الجلوبال شو بتاعت تتغير إذن هلا لأني قلت له جلوبال لاحظوا أعطاني إياهم كلها هلا شو في عندنا شغلات هلا غير المطابقه هي ما لها علاقه بالمطابقه حاططها هون انا سبليت شو بتعمل السبليت انه مثلا بعطيه سبليت فيها ستة ريتار وبقول له اقسم على ستة ريتار بيعطيني الري منهم لانه هي ممكن انه انا نعملها تمام طيب هلا اذا عملنا هي القصه شو بدنا نعمل هلا بدنا نعمل كذا فورم نتأكد شوي من الإدخالات تبعه بس أو قبل ما نعمل هالقصة هون بكيف هون تعاملنا مع عناصر الـ HTML قلنا عندنا الطريقة الأساسية get element by ID وبتعمل get element by name هلا المكتب وقفنا عليه شو شو الأحداث تقول عندي لأن هذول لازم تعرفوهم أهم الأحداث عندنا on blur, on change, on click, on focus, on load, on mouse down, on mouse over, on mouse up, on mouse up, وشو كمان on submit, on unload, on select. تقول عندي عن بالضبط. طبعا هذول الأحداث شو هذا الجدول إنه مو كل الأحداث على كل العناصر. يعني الاون بلور شو معناتها الاون بلور كنا واقفين على العنصر وطلعنا منه فهي ما بتنطبق مثلا على الايميل ما بتنطبق على هدول الهايبر لينك البطن الانبوت التكست اريا سيلينج اذا الاون بلور كنا واقفين على العنصر وطلعنا منه شو عكسها اون فوكس شو معناتها اون فوكس جينا وقفنا على العنصر طيب الاون تشينج شو الاون تشينج غيرنا بالمحتوى تبع العنصر وطلعنا منه يعني مو انت وعم تغير طالما عم تكتب مثلا في انبوت ما بتصير الحدث انت بتصير وتطلع منه اون كليك عملنا كليك عليه سواء رابط سواء انبوت طبعا البطن هو احد الانبوت الانبوت لا تنسوا فيها البطن والتشيك بوكس والراديو والتكست والنمبر كلها ياكم اون فوكس جينا وقفنا على العنصر اون لود على البغي فقط بس بدك انت على الاون لود تعمل لي شغله هلا في عندنا بعدين على كل العناصر ماوس داون حطيت يعني كبسنا الفاره فوق ماوس موف حركنا الفاره ماوس اوت طلعت الفاره منه ماوس اوفر صارت الفاره فوق ماوس اب إنا إيه يعني كنا عاملين داون إنا إيدنا عنا أون سيلكت حددنا العنصر يعني محتوى تبعه أون سبميت وأون لود تمام طبعا شفنا شلون من نربط مع الأحداث أبسط طريقة للربط مثل هذا المثال ما حنفضه يعني شو عامل هون عامل function وعلى البطيء على الأونلود عم تستدعي function معناته بس تفتح الصفحة شو حيصير شو
تعدلها تطلع الرسالة الترحيبية. تمام؟ هلا اكثر شيء نحن يعني اشتغلنا الاضرار. طبعا يعني في عنا طريقتين صراحة، بس انا بحب هاي الطريقة اوضح. شو الطريقتين لنربط حدث بعنصر؟ يا بوقف على يعني لما بكون عم بكتب العنصر بقول له اون كليك كذا. بس في طريقة ثانية اسمها دوكيمنت، انه بروح لعند هيك بقول له اون كليك يساوي. ما هي الاون كليك مثل اي بروبرتي بالنهاية، يعني مثل الستايل، مثل الاي بي، مثل النيم. تمام. طيب نتابع. هلا هون في اسرائيليه بسيطه، ما بعرف اذا في داعي نعملها. طيب نعملها بسرعه، هي سالفه بسيطه في اصلا صغيره. شو هون؟ في عندي مجموعة راديو بطن، مظبوط؟ كل ما عم اثبت على واحد عم يطلع لي رسالة معينة، ماشي؟ يعني اسم الموديل أو إلى آخره، تمام؟ معناتها شو عامل على السريع نشوفها؟ شو عامل؟ طبعاً تحت شو عامل؟ مثل العادة لا تنسوا إنه عندي إنبوت تايب راديو وبعطيهم كلهم نفس الاسم، تمام؟ ليش انا فتحت هذا التمرين؟ لانه ولا مره عملنا فانكشن ومنبرر له باراميتر. شو يعني هالحكي؟ يعني انا هون الفانكشن شو مسميه؟ شو مسميه؟ بلين شويس يلي هو، بس له باراميتر بلين، هو يمكن رقم، انه حسب الرقم عم طلع اليرت مختلف. تمام؟ شو معناتها هالقصه؟ شو معناتها هالقصة؟ معناتها أنا لازم لما استدعي الفانكشن مثل ما شايفين مر له القيمة اللي بدي إياها. تمام؟ فحسب هو القيمة عم يطبع رسالة معينة. هلا هون بعد شو عامل؟ تجرب بالأخير. ما هو طيب هلا عندنا تمرين حلو. شو التمرين الحلو؟ هو بسيط يعني، بس انه نشوف كم شغله كمان على الاحداث اللي شفناها. الاحداث ايفنت يعني، مو الاحداث كلها نفس المعنى ايفنت. المهم اذا في فكرة هذا التمرين معلوم يعني ما قال شو هذا التمرين حلو. في عنا واجبة بغض النظر نصوت هون أرقام. طيب هلا بدي بلش بأول يعني هيك قضية صغيرة. طبعا هون يمكن إنه بيجمع لي ولا ما بيجمع لي، ما بعرف ما بيجمع لي ولا شيء. إيه لاحظوا بدي يجي وقف هون فوق العنصر واكتب مع بقدر. لاحظوا رح ردعي هدول عم وقف فيهم اكتب اللي بدي اياه، هو كله النقشه بعيني. هذا شلون هيك ما عم يخليني وقف عليه؟ مين بيقول لي شو شلون كاتبها؟ هلا نحن شو صار شفنا؟ شفنا انه العنصر له بروبرتيز وله ايفنت، بس له كمان ميثود. شو يعني ميثود؟ يعني عمليات فيني طبقها على العنصر، من اهمها فوكس وبلور. شو يعني فوكس وبلور؟
Last harf to be unfocused to be focused. Unfocused to a hadath, even. Focused to a method. تمام؟ معناته أنا هون شو عامل؟ كل على الانفوكس عم قل له فلور. شاني يعني كل ما اجت الفارة عليه عم طلعها منه. هاي هي الفكرة يعني مو منه. إذا الله عم باقي كله سهل يعني ما حل. وين هي عاملها؟ وين وين الصندوق؟ ليكو شفتوه؟ Input type text. ليكو. هذا هو السطر اللي خلاني بفتح التمرين. Unfocus. شو يعني ذي؟ كمان يمكن كما قرأت معنا ذي يعني الجاحن الحالي. يلي عليه عم يطلع الحدث. تمام؟ الباقي كله حكي يعني بسيط. ليش ما طلعت سألت على مكاتب الحسبة؟ وإلا جميل. عليك الزر البيك بيس. آسف. موجود. إنه هون بحط الكميات بحسب لي السؤال. طبعا يعني هو شلون حاسبه بطريقة كثير بسيطة. ليكو. شو؟ هذا الفانكشن بنقرأ الكميات مثل العادة. تمام؟ وبنكتب النتيجة وبنضرب كل كمية بالسعر. تمام؟ ما في شيء معقد. تمام؟ ومعناتها هي الإجرائية أكيد مستدعية على البطن. الصقم طبعا هون وريكت ما له معنى لأني ما عم بتعامل مع معنى الصقم لمكان آخر. طيب التمرين اللي بعده أحلى من المشروع. أطلق من الإدخال. هذا محرك كمان نشوفه. شو عم أعمل بهالتمرين؟ إيه ليش ما عم يصير هذا الكنترول إس؟ شو هالتمرين؟ العادة بسيطة. كنت بدي تبع الشكل الإدخال مو مشكلة. العادة فوت كلمتين مو مثل بعضهم. بعمل صمت باللي ما لهم مثل بعضهم. وشو بيعمل بعدين؟ انتبهوا. شفتوا شو عمل؟ وقف على الكلمة الأولى وحددها. مشان يعني بمجرد ما بلش كتابة يكتب فوق. تمام؟ معناتها شو عامل معناتها؟ لاحظوا هي هي إجرائيتي اللي عم تستدعيها. طيب وين عم تستدعيها هي؟ مين بيقول لي وين بدي استدعيها؟ قال أنا مستدعيها يبدو بمكانين. شو هن المكانين؟ أول مكان لاحظوا لما طلعت منه لهذا ما عمل شيء. طلعت منه بالتاب ما عمل شيء. مستدعيها لعامل بالفارة. لما عم اطلع من العنصر الثاني. عرفتوا؟ معناه وين معناته مستدعيه؟ لاحظوا. مستدعيه بمكانين. على الاون بلور للعنصر الثاني. شو يعني الاون بلور هلا حكينا لما اطلع منه؟ وعلى الاون صبت للفورم. انه اذا كتبت الصبت ينفذها. شو عم نفذ فيها؟ لاحظوا عبقرة الكلمة الأولى والكلمة الثانية. في حالات خاصة ما نحاكينا هلأ لأنه إذا تركهم فاضلين بيطلعوا قد بعضهم. عرفتوا؟ فلاحظوا شو عم قلو؟ إذا الكلمة الأولى فاضية طلع لي you didn't enter a password وبعمل فوكس عليها يعني بحط الفارة عليها. هلأ وبعمل ريتيرن بطلع ما بعد كمل. هلا عرفت ليش كان ما يفوت المدينة عندهم مثل بعضهم لانه فاضي. هلا الثانية شو عمل له؟ إذا ما لهم متساويين شو عمل؟ طلع هالرسالة وعمل فوكس وسلك على الأولاني. معناتها لاحظوا عم نتعلم من شوي تعلمنا الميثود بلور. هلا عم نتعلم فوكس وسلك. ف
فوكس وقف عليه سل هيك تحدد المحتوى تبعه تمام. هلا اللي على هون على الريلر سبريشن وين الشيء هذا اللي على السينا يجي ورحمه الله هاتوا شو شو عم يصير هلا لا بده يعقدني هلا شو ما تكتب حيرفض مني شو بده يعني قال اكتب last name first name middle initial يعني بده يعني اكتب الاسم كامل اسم فاصلة اسم الانيشيال يمكن حرف او ما قبل والله نسيان قديش الانيشيال لازم يكون حرف ولا حرفين في مستر كمان ما قبل شو بده يكون يعني معقول لازم فراغ فراغ يعني نسيان ما اشتغل طيب معناتها انا نسيان شو كاتب شو كاتب الشرط نقرا من هون لازم اكتب محارف بعدين الانيشيال لازم يكون حرف واحد وبعد النقطة هذا كان الخطأ تبعي اللي بشرح لكم اياه يعني لازم هون تكتب الانيشيال اختصار هيك ايه شو خربطنا لسه هاي الريجولار محارب بعدين شو معناتها هاي فراغ إشارة استفهام يعني في فراغ أو ما في فراغ ما مشكلة لازم يكون كابيتال ليتر نقطة وإشارة استفهام تعالوا نكتبه جمع يعني خليه هيك عشان تشوفوا إذا خربطنا هون من بيلي شو خربطنا ما لي شايف إني مخربط أحرف عين كتبنا عدة أحرف فاصلة الفراغ مو إجباري فاصلة حرف كبير يا سلام شو معنى ده علينا مين بيقول لي انا مخربط شو مخربط مين بيقول لي شو الخربطه اللي عم اعملها هذا معناته لازم بلش بحرف كبير وبعدين قد ما بدي صغار مو شو ما بدي هذا A capital للزد يليها A small للزد small plus ونفس الشيء الثاني والثالث واحد اذا الخطأ تبعي بده يجبرني اكتب حرف كبير بعدين احرف صغيرة فاصلة حرف كبير احرف صغيرة فاصلة حرف كبير اذا بدي منطق يا لطيف عرفت شو فارض علي تمام يعني واحد على السرعة شفتوها وبده يعني من البداية للنهاية يكون هذا شايفين هذا كثير حلو التعبير وهون معناتها مثل ما قلت يا في فراغ يا ما في وهون يا في نقطة بعد الانيشيال يا ما في ماشي طبعا التليفون شو عامله كمان مشان ما انسى ثلاثة اربعة ولا شرطة بسيطة انه ثلاث ارقام رد ثلاث ارقام رد واحد اثنين ثلاثة اربعة قبله واي شيء اخر طبعا شو ما حيقبله تمام اذا هي مثال على الريجولار اكسبريشن طبعا هون شو عامل فانكشن اسمه تشيك نيم اذا البوزيشن لا يساوي صفر عم طلع له كان الرساله الطويله العريضه وفوكس وسلكت عرفتوها شو يعني فوكس سلكت يعني بوقف على الاسم وبحدده ان
الإنسان مجرد ما يبلش كتابة بيكتب فوقه. والفون شو الفون؟ نفس اللعبة، كارت دولار أرقام. وين هدول مسجلهم الأحداث؟ بالأخير on change. on change لاحظوا عم ينوع هو الدرس التعليمي. شو يعني on change؟ كتبت العنصر وطلعت منه. وعم شو يعني on change؟ on اثنين on change على صندوق خال، يعني عدلت المحتوى وطلعت منه مثل ما حكيت بشوية. طيب هلا وصلنا لهذا التمرين. طيب نحل تمارين على السريع احسن ما نحله بعدين شي مره. اذا مثل ما اشتغلنا اليوم regular expression، يعني كتابة إجرائية عند الخروج من العنصر، شو الحدث معناتها؟ مرة معنا هلا شو؟ on the floor معك؟ ما التعبير النظامي لمطابقة عدد 20؟ مين بيقول لي أي واحد بين هالخيارات الأربعة؟ اي واحد من هذول الاربعة لمطابقة عدد 20؟ دي لا غلط. دي هلا هو يعني صراحة السؤال هو مو كثير غلط، بس نحن بالعدد العشري ممكن ما يكون في فاصلة. لا أكيد مو بي. مو بي. ليش مو بي؟ أنا شايف عم نضيعه. مو بي لأنه هي نجمة. أنا ما بصير حط فاصلة بعدد عشري وما حط أرقام بعدها. إذا رح ردعي الأجوبة تبعكم خاطئة. ليه؟ الدي معناتها جبرني على الفاصلة. لك لا صحيح، والدي غلط كثير غير جبرني. ما بيصير، لأنه هون كاتب زائد، يعني فيني يكتب خمسة نقطة 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 نقطة. عرفتوا شو؟ إذا الدي خطأ قولا واحدا. غيره البي خطأ. ليش البي خطأ؟ إلا لأنه ما هون صفر تسعة نجمة، يعني ممكن ما حط ولا رقم. مين صفري؟ ما صفري معناتها غير أول واحد. تمام؟ طيب ثلاثة، ماذا سيكون الخارج؟ شو الخرج حيكون؟ اول شيء شو يعني regular expression A B؟ يعني يا A يا B. ليش في عنا B بالبداية؟ A B وبعد A وبعد A. مضبوط. اربعة، اعطيني A B C D. اربعة
بغرض ما بيجيب على شو لازم يكون او ببدل مره واحده خمسه ما سيكون الخريج I go to school at 7 morning سهل هذا ما بعرف كون تعدوهم بيطلع يا 16 يا 17 يا 18 طيب ستة أي سلسلة لا تحترم التعبير النظامي مو تحترم لا تحترم تمام ليش؟ لأنه عندنا A مرتين طيب كملوا ولا الأسئلة يلا واضح معناتها المرة الجاية نبلش جيكويري تمام المحاضرة الماضية ما عم نتحمل معي الثانية شو بعرف شو استعيني بصديقي